قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الفلسطينيين يطالبون الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حل الدولتين إذا تجاهل خطة السلام الأمريكية المرتقبة مسألة إقامة دولة فلسطينية. وقال منصور للصحفيين إن حض المسؤولين الأوروبيين خلال لقاءات جرت مؤخرا في بروكسل على أخذ المبادرة وعدم السماح للولايات المتحدة بأن تكون اللاعب الأبرز في عملية السلام في الشرق الأوسط، وحث الاتحاد الأوروبي على الدعوة لمؤتمر دولي بشأن حل الدولتين. معنا من نيويورك مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، أهلا بك سعادة السفير معنا في نشرة المساء على العربية. بالنسبة لبيان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتصريحات الأمريكية، كانت هجومية على غزة وبين قوسين على حماس ولم تشر إلى الجانب الإسرائيلي في الجولة التصعيدية الأخيرة، أين القصور؟ نحن يعني يؤلمنا أن لا يتم الحديث بشكل موضوعي من بعض الأطراف بما فيها الأطراف الصديقة حول الأحداث التي تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكننا لا يزوغ نظرنا عن الصورة الكبرى، والصورة الكبرى والأساسية هي إنهاء الاحتلال وإنجاز استقلال دولة فلسطين من خلال تطبيق حل الدولتين على الأرض على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذه المسائل الرئيسية وما يسمى بالإجماع الدولي حول حل الدولتين هي المسائل التي يجب أن لا يتم إغفالها والانشغال ببعض المسائل التي هي أقل أهمية من ذلك، بالرغم من أن عدم الموضوعية ومحاولة المساواة بين الضحية والجلاد هي قضايا تؤلمنا ولا نتفق معها، ولكن لا نحولها إلى القضايا الرئيسية في الصراع، فالقضايا الرئيسية في الصراع هي إنهاء الاحتلال وإنجاز الاستقلال. سعادة السفير، هل الوضع السياسي والجغرافي والأمني يعني يسمح بمطالبة بمبدأ حل الدولتين في فلسطين؟ نحن نقول ويقول أعضاء مجلس الأمن 14 والأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يوجد حل بديل لحل الدولتين، وهناك شبه إجماع دولي على هذا الحل، وعملت المجتمع الدولي على بلورة هذا الموقف خلال 25 سنة الماضية، ولذلك الطرف الذي يريد أن يلغي هذا الإجماع الدولي هو الطرف المعزول، ونحن جزء من الطرف الدولي الإجماعي الكاسح الذي ينادي بإنهاء الاحتلال وإنجاز حل الدولتين. وعليه عندما نسمع هذا الكلام الذي نؤيده ونشكره من قبل الاتحاد الأوروبي ومن قبل روسيا وكل الدول الصديقة الموجودة في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن، نقول لهم هذا الكلام جميل وجيد، ولكن يجب أن تنتقلوا إلى خطوات عملية، وأن لا تتركوا طرفا واحدا لوحده هو الذي يخطط وهو الذي يبادر وأنتم تنتظروا وتقوموا بردة فعل. عليكم أن تبادروا بخطوات كما بادر رئيسنا قبل حوالي عام وشهرين عندما جاء إلى مجلس الأمن واقترح عليهم عقد مؤتمر دولي تشارك فيه الأعضاء الخمسة دائمي العضوية ودول أخرى وأطراف النزاع للتوصل إلى حل على قاعدة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. لكن جهودكم تتزامن والحديث عن صفقة القرن التي ستعلن يعني بعد نهاية شهر رمضان، يعني خلال شهر، هل تعرفون فعلا شكل ومضمون هذه الصفقة وهل متفقون عليها أم ترفضونها؟ يعني ما رشح منها من تطبيق في مسألة القدس واللاجئين هو شيئا مغايرا للإجماع الدولي، ونحن نستمع ونصغي باهتمام إلى مواقف كل الدول في مجلس الأمن بما فيها الدول الأوروبية والأمين العام الذين جميعهم يؤكدوا على أنه لن تنجح أي مبادرة لا ترتكز على الإجماع الدولي، يحذر مسبقا للجهة التي تريد أن تخرج عن هذا الإجماع الدولي، ونحن نضيف أن لا تحذروا فقط وأن لا تنتظروا فقط وإنما انتقلوا إلى خطوات عملية. لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من الإقدام على خطوات كما فعلت على سبيل المثال فرنسا عندما عقدت مؤتمرا دوليا، ولا شيء يمنع روسيا من أن تنفذ قرار مجلس الأمن 1850
الذي قال أن المؤتمر الدولي القادم يعقد في موسكو. في رأينا أن هذه الدول عليها أن تبادر بخطوات عملية. لا يمنع هذه الدول والأطراف بما فيها الأمم المتحدة من الدعوة إلى عقد اجتماع على مستوى الوزراء للجنة الرباعية، وهو شكل من الأشكال الجماعية بالرغم من بعض الملاحظات عليها، لكن هذا أفضل من أن يترك طرف واحد لوحده ليحاول أن يطرح ما سيطرح ويجبر الجميع أن يقوموا بردات فعل على ما سيطرحه. نقول هذا في الاجتماعات المغلقة ونقوله بالعلن، لأننا حقيقة نريد مع الإجماع الدولي ومع المجتمع الدولي أن ندافع عن الموقف الإجماعي الذي يدعو إلى حل الدولتين وإنهاء الاحتلال على أسس المحددات المعروفة دوليا. شكرا جزيلا لك من نيويورك، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور.